قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. حياكم الله أخواني وأخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب والتيك توك. بالبداية نحب نسلم على كل متابعينا شخص شخص، أخونا حمد داعم القناة دائما، أختنا رابنزل، أخونا الراوي البطل أدمن القناة جبار، جي اس ام حمد، غزلان، أخونا قتيبة، أختنا سارة عمر، غزلان مرة ثانية، كل أخواننا المتابعين على التيك توك، كل الأخوة والأخوات اللي يشاركون البث، أخونا جعفر حياك الله، أخونا عبد الله. اليوم البث الناس قالوا لي لو تترك هذه الأمور وتتحدث بأمور ثانية، أنا عندي جواب للدول اللي قالوا لي مشاهداتك راحت، متابعينك راحوا، ما أعرف شنو راح. شوفوا اليوتيوب، تيك توك، صفحات التواصل مقسومة ثلاث أقسام. نتكلم هسه للعراقيين. القسم الأول اللي يعرضون أجسامهم وشغلاتهم وصاروا عار على العراق ومقضيها شغلات مال شارع. شغلة ثانية اللي قاعد يسب الرئيس صدام حسين، دي يتجهون إله، أعداء الرئيس يروحون إله، وأكو من يتاجر باسم الرئيس ومسوي نفس آني وماكو غيري ومحب للرئيس، وهو كل همة وغمة جني أرباح اليوتيوب أو التيك توك. القسم الرابع وهو المهم اللي ما حد يتابعه أو متابعاته قليلة أو مشتركي قليلين، هم اللي هم على الوطن ويحكي على الوطن، ما يهمه لا الرئيس صدام حسين، راح ويا العالم الآخر والوضع الحالي، والكل متمسك بالماضي ما يريد يتقدم ويشوف الحاضر ويبني بلده ويشوف وين وصل العراق. قبل شوي أنا وأخونا هزاع كنا نتشاقى، دزلي فيديو للزرقة اللي مرة سويت فيديو عليها هي ورجلها مقتدى الألماني، ما شاء الله شلون صايرة. يعني عندنا بهذه الصفحات فعلا ناس لا لهم شغلة بالعراق ولا لهم شغلة بأي شيء إلا زحف. زحف على شنو؟ يا ريتهم وحدهم بيا خير، يا ريتهم وحده كذا. يعني التضاريس مالتها كلها متغيرة ومسوية شفوط ومسوية لفوط ونظفانة وقاعد تطبخ شو اسمه أسبكتي، الله يرحم التشريب والثريد اللي كان ينضرب بالإيد، الله يرحم ذيك الأيام. بس شنقول، الموفقية من رب العالمين، والله دائما يوفق ذني اللي لعبين شقلبان. هو العتب مو عليها، على رجلها مقتدى الألماني اللي لازم، يعني حتى وانا كلينس وانا لازم هيج وده يلمع بقرونه، يقعد الصبح من الصبح ويا صلاة الريوق، أما مالتهم ما عندهم صلاة الصبح، صلاة الريوق
ويا فتحة أم الجيمر يلزم لقرون ودق تلميع وقول له يلا عيني نصب الشمبر مالج على التيك توك على اليوتيوب وخلي نسترزق. يفتحون يقولون استفتحنا واستفتح الملك لله ويشتغلون رحمة الله. فما شاء الله اليوتيوب والتيك توك والصفحات صايرة يعني تجارة أحلى تجارة. فاللي يقول لي أنت خسرت متابعينك، لا بالعكس، ستارت قاعد ينظف القناة. عندنا 560 500 وما أعرف إيش قد ألف بالقناة، ويصعدوننا 100 بالبيت، يصعدوننا 50 بالبيت، لا وش عندنا بدولة دك تنظيف. واللي دي يترك القناة لأن أنا مسيت رب الأعلى المضجع اللي يتبعه اللي يسحف وراه اللي دبله خمس اللي يلطع قندرته، لأن هذولا ما يقدرون بدون راعي ولا يقدرون يمشون بالعقل اللي الله سبحانه وتعالى اعطاهم اياه ببلاش. قال له يا عبدي فكر بي، اخذ عقل بي، امشي بتفكيرك، صير احسن. ماكو، لا اللي يريد لراعي سوقه 24 ساعة ويدق على راسه. طبعا انتوا راح تسألوني هسه تقولوا لي وأنا سماحة السيد المضجع الأعلى. المضجع الأعلى اليوم لابس تيشيرت إيراني وقاعد غرفة النوم نص صبح، بس تيشيرت بس مصلخ كالعادة، قاعد اليوم لازم احنا يغلب، احنا يغلب أمريكا، كلا كلا أمريكا، ولازم احنا ينتصر على الأمريكا وعلى كذا. أما القنوات الباقية اللي ما عندها شغل وعمل تدور منو اللي معروف كذا، يعني هذول الناس اللي على اليوتيوب كذا، والناس اللي يحبوني تتعرفون من اللي يحبوني، بس حط اسم لطيف يحيى وفضيحة لطيف يحيى وراح نفضح لطيف يحيى وراح نطلع وثائق لطيف يحيى كلها تلتم علي. المهم شكو واحد ذبان ينقلع منا يروح على هذه القنوات. فأمثال هذه القنوات شاقول لهم بصوت المرحوم، يلا هاك اجاك حمودي اشبيك حمودي ابن محازم حبيبي، يلا ها اجاك سمير تمتع بيك، مو عيب يعني هسه شو اسوي بك؟ يعني الا اجيبك هسه واحطك واقص راسك لو افقصك بالمنقنه هيك وانا على الوالد والدك، الا تحط لطيف يحيى بالنص، الا حمودي ابن محازم ايش بيك؟ شغله مال الكعبه يوميه. ولد محازم دخيل الله، ولد محازم دخيل الله، روحوا شوفوا باسم الكهربائي زين، يعني هزاع رفيق هزاع، اي واحد يدخل هذه القناة ويتكلم بغير كلام اريدك تحط راسه بالمنقنة وتفعصه وتنعل والد والدي. قول له بصوت المرحوم انا ولا شغله هو دي يحكي. فانت ايش عندكم هنا؟ ايش مكتوب؟ حسينيه آل الطماطه ايش مكتوب؟ مقام الامام لطيف يحيى ايه هزاع انكحوا انكحوا، نعم نعم سرسري ايش عندكم هنا؟ يسألوني أنت السب آل البيت، الله عليكم سبيت في يوم آل البيت عليهم السلام. أنا دا أفضح هذول الحثالات حبيبي سمير، هذول الحثالات اللي قاعد يتاجرون بآل البيت
واللي دا يسوون روايات على آل البيت، ودا يسوون قصص وخزعبلات على آل البيت. فإذا طلعنا خياسهم حتى ننور هذول الناس المخدوعين بيهم، هذول ما يمثلون الشيعة. الشيعة نعرفهم، وألف مرة قالين دولة أهلنا وحاشا الشيعة ما لهم شغلة، المساكين دولة متورطين بدولة. يعني هسه نطلع لكم فد رواية. خلي نبلش بالروايات. طبعا باعتباري رئيس اللجنة الأولمبية أحب أقول لكم أيكم تجون معايا نراويكم. أكو فيديو للسيد المعمم يقول برازيل كانت موجودة. فهذه برازيل أيام الأمازون كانت، يقول الإمام الكرة كانت مدورة، يمكن مدورة. يعني هذا البرازيل، البرازيل دائما يلعب مع منتخبات اللي يفوز بيها بهذه كرة القدم. ونشوف، يلا يابا خلينا نشوف. قول لا، حتى المرحوم جبنا لكم اليوم، شو اسوي لكم بعد؟ قل لكم إمام ما صدقون. وينك عين أخوي؟ اسمع، يعني مثلا لما أجي الأمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن البرازيل، إيه برازيل أمة أمازون، يقول لها نهر عظيم اسمه أمازون. نعم، قبل ألوف السنين. قبل ألوف السنين، زين. هو الإسلام صار له 1400 سنة، قبل ألوف السنوات شلون؟ المهم كم سيدنا، خلينا نشوف البرازيل وين وصلت. أي مو 2009 و2010 أو قبل 50 أو قبل 100 سنة طبعا. أيه. نعم. آلاف السنوات صار لها. نعم، آلاف السنوات. يقول أمة عظيمة لها نهر اسمه أمازون. أي. لا يعلو لهم اسمون. نعم. هذول أهل أمازون إلا باللعبة السارحة. اللعبة السارحة أنتوا تعرفون، إحنا راح نشرح لكم كل القضايا عن كرة القدم. الكرة مدورة، ونشوف البرازيل شلون نجحت بهذه القضية، وشلون صارت من المنتخبات العظيمة. فأمة الأمازون وكرة القدم هي كرة عظيمة. كنت أتمنى المنتخب العراقي يصير مثل البرازيل، بس ما صار. وزينت شعر المنتخب العراقي وحطيته بوضوانية، ما لي شغلة. هو دي يقول. نعم. واحد قام له قال له يا أمير المؤمنين شنو اللعبة السارحة؟ نعم. قال له كرة كمثل أضعاف بيضة النعامة. نعم. أسأل ليش بيضة نعامة مو حمامة دجاجة كذا؟ إيه نعم صح. لأن ذنك بيضويات الشكل، بيضة النعامة لا، الوحيدة دائرية. نعم. هندسية الشكل. هندسية إيه. دائرية بالمعنى الهندسي. شو عقفوا بيك هسه؟ كرة كمثل أضعاف بيضة نعامة يصفقون إليها تصفيق الأوباش. يعني إذا حط راسه بمنقنة هسه وفعصون على الوالدة، من يقول لا؟ إيه. ويرقصون حولها رقص الأحباش. إيه نعم. يدفعون الأموال إليها ثم تجبى إليهم. إيه. نعم. ألا فقرأوا إذا رأيتموهم. نعم. إنما الدنيا لعب وله، إنما مثل الحياة الدنيا لعب. إذا أقع بكرة قدم هسة وقلبه قولشي وحطه بالوضوانية وزينه صفر، ورا ما خلص أجيبه لهنا أنا وفعص راسه بمنقنة، أحد يلومني؟ يلا تسوي لنا الله. وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يلا. إلى آخر الآية كزرع. إلى آخر الآية صارت آية. شطأه إلى آخر الآية على كل. حتى الآية ما يعرفها. يعني سيد الزاع، أخذ السيد تودي على الرضوانية، بالرضوانية سلم لأبو ديبة، زين. عبد الحسين يسوي له فلقة،
وقلوبي ينعلون والده زين وصفر وحط راسه بمنقنا وفعصه وينعل والدي. شو تقول؟ ايه سرسرية. اخ امة الامازون يابانية. عندي رسالة اليوم السفيرة الأمريكية كاتبة بالتويتر مالتها بأنه أمريكا وإيران راح يلعبون كرة قدم وأنا شجع أمريكا. إيتي أمريكي راح شجعين بريطانيا مثلا لو شجعين إيران. فنصيحة مني إليك سعادة السفيرة معباس، خلوا إيران تربح حتى لو 1-0، لأن إذا ما ربحوا اليوم تنبش سفارتكم المقاولة والمماتعة دق يشتغلوكم صواريخ اليوم. أنا نصحتك أحسن ما يحطون راسك بمنقنة ويفعصوا. أنا ما لي شغلة أم عباس، أنا وصلت لك الرسالة بعد ما لي شغلة. حتى لو الباذنجان مو اي الموالي، انا اعرف حزين حزين، بس هو اول من والى الامام، اول واحد من الخضروات والى الامام. المهم نسمع روايه اي زياره الامام الحسين عليه السلام هي حج وهي اخوان راح يصير مزاد هسه الحجه بزياره الحسين. شنو زين زيارة الحسين اش تسوى؟ يلا راح يبدي المزاد. اسمع قال هل زرت الحسين اسمع علي السلام اسمع يا ابو اسمع قال لا قال فزيارته نعم لخير من 20 حج 20 حجة حد هيداوت زار قبر اسمع. الحسين نعم. عارفا بحقه نعم كان نعم. كمن حج 100 حج سعد سعد السود سعد السود اصعد حد اي اصعد ما لمن اتى الحسين بن علي زين. عليهما السلام زائرا عارفا نعم. بحقه غير مستنكف نعم. ولا مستكبر نعم. قال يكتب له نعم 1000 حجة مقبولة. سعد السود مثل الدولار اصعد التي تقارن اسمي. بين الحج وبين زيارة الإمام الحسين عليه السلام متواترة توازنا إجماليا قطعيا يقول من زار الحسين بن اسمع. علي اسمع. اسمع. يوم عرفة كتب نعم. الله له كم حجة قل لي أنت حجة ما... واحدة أي لا. أجر حجة لا طبعا حجتين لا طبعا 100 حجة ولا أبد 1000 حجة لا أبد. مليون حجة صعد حد هيداوت زيارة الحسين اسمع في يوم عاشوراء نعم والمكوث عنده نعم بحزن وبكاء نعم حزن وبكاء أهم شيء يعدل ذلك نعم ماذا 2000 1000 يعني مليونين يعني مليونين زين يلا شو اسوي بيهم؟ شو اصيح لهم المرحوم؟ شو اسوي لهم بالله اني؟ يقول لي لا تحكي زين؟ يقول لي لا تفتح حلقك، انت ليش تحكي على ال البيت؟ انا ما حاكي على ال البيت، انا دا احكي على ال البيت، دا اقول لكم يا الغبران انتم قاعد تمشون ورا هذولا زين؟ وهذا اللي يقول لك الحسين، وهذا باسم الكهربائي لتسبه، هذا خادم الامام. هذا خادم المعرف شنو خادم الإمام وصار مليونير براسكم. هذولا أهل المنابر وأهل الأكل والشرب، لو ما تدفعوا لهم فلوس وحق ربكم لا لهم شغلة بالحسين ولا بالعباس ولا لهم شغلة أبد، لو ما بيها فلوس وحق ربكم ما يجيبون أصلا طاريهم زين. لا تفتهمون أني اليوم أني بعتباية رئيس اللجنة الأولمبية العراقية جبتكم الكرة. أحد أصدقائي قبل ما أتوفى أو استشهد بعت لي إياها
فريق مانشستر يونايتد موقع عليها كلها وقال هذه ودوها للاستاد شوفوا هاي الكرة توقيع منتخب مانشستر يونايتد كله اللواعب ما شاء الله يلا قابل أضحك عليكم تفضل هاي كل تواقيع مانشستر يونايتد عليها من أقول لكم معصوم نقول لكم هاي الكرة عراقية اللي يصعد يفشر أحط راسه بمنقلنا وفاصل فهمت؟ بالمناسبة حبيبتي طرشانة رجعت لي هاي الصورة من كنا نحكي البارحة أنا وياها لتبشرني لتقول لي يوم الخميس اللي مضى طبت غسلت الحمد لله والشكر يعني بعد تقريبا 12 سنة دخلت غسلت بس بقى اللون رصاصي على البلاد ما لي شغلة ما طولها رصاصي يعني بعدها على البلاد نجي إلى إحدى بعض الأخوة الموالين البعثية النواصب اللي مشتركين بهذه القناة اللي احنا قاعد نسحب منهم الخمس وكذا قالوا لي تشغل تحصل خمس من هذه تعرفون احنا العتبة الرمانية المقدسة في بريطانيا المظلومة ناخذ خمس من كل المتواجدين في بريطانيا فهذا فيديو قصير سجلنا لكم اياه اي جماعتي الهنود ده نجمع الفلوس الخمس يجون للمرقد ماتي وانا الصبح افتح مرقد والعصر بالمكتب وبالليل اجي اسوي لكم بث هنا أنا. شوفوا ايش قد يوصلنا خمس انا ما احكي وما اغشكم هذا كله ببركاتكم والله يا اخي هاي الروايات يعني من واحد يلزم له السيد ويحط راسه بمنقنة ويفعصه وينعل والدي يقول لك انت قاعد على يوتيوب وتسوي فلوس احنا مو على فلوس هنا احنا نحاول نطور كرة عراقية بكل مستواها ونجيب اخواننا الهنود وحبيبة هذا صديقي لطيف يحيى طيشانة نجيب طيشانة ونطبخها هنا باللجنة الأولمبية للمنتخب العراقي شو تقولون نجيب هالطيشانة ها طيشانة طبعا لو اغسلها هسه بتيزاب ما تنضف بس المهم لازم نجيب لنا شريكة حياة مو يقول لك كمل نص دينك هذا نص ديني كملته أخذت واحدة رصاصي ما لقيت بس هذا اللون لا هو أبيض ولا هو أسود رصاصي الحوب أعمى أنت تعرفون يعني الحوب أعمى ما عندي غير طرشانة المهم نأخذ لنا رواية ثانية خلي أسوقكم برواية ثانية لأن أنت ما قاعد تفتهمون المقصد من هذه الروايات نريد نفتح مخكم اسمع اسمع على نعم. باب الجنة وباب النار نعم. لا يدخلون الأنبياء نعم. إلا بإذنه نعم عدا ابن الحسين لا يدخلون الأنبياء بالجنة الأنبياء ما يدخلون للجنة إلا الحسين هو يدخلهم نسوي لهم عدم تعرض وقل له يلا فوت يلا دافع الخمس ستة بوقتها جاي لاطم علي باكي كذا موزع حريسة قيمة ثمن زين اشتركت باللجنة الأولمبية لعبت كورة ماكو ما هذه بالنار بس إذا شو مسوي بايق سايق ما أعرف شنو المهم زايرة الكل
تدخل الجنة. وحتى الأنبياء يوقفوهم ويقولوا لهم لازم بأمر الحسين يدخلون. المهم هذه الروايات ورا ما نخلصها نفتح الاتصالات للموالين، اللي يريد يتصل يتصل واللي يريد ما يتصل هم بكيفه، وهي مليوصة انلاصت من أيام الحمزة، من جماعة ولدهم حازم باقة وحصان الحمزة ودوه قطع ما أدري إيش قد 74 ما أدري 47 وشدوا عليه عربانة نفط، من ذاك الوقت لليوم خربت. إيه نقول اسمع، يخافوني من القبر، ثم القبر أظلم، أنا خايف من القبر والقندرة. شنو القبر؟ القبر والقندرة. قندرة ما أشتري ظلمة القبر. نعم نعم. ولك عندك علي وفاطمة. اسمع علي وفاطمة. نعم. لك ما أشتريهم الفلس، لا منكر ونكير. إيه. ولا قبر الظلمة هي نعم. والقندرة. نعم. عزرائيل شنو عزرائيل يجي يأخذ روحي؟ إيه. وشنو يأخذ روحي؟ عزرائيل. لولا أن الله أعطاه تلك الولاية فلس ما أشتري عزرائيل. فلس ما أشتري عزرائيل بيش كيلو؟ فلس ما أشتري. صح ولا لا؟ كيف عزرائيل؟ أطق بالحائط. أطق بالحائط. عزرائيل. نعم. يقبض الروح عند الولاية هاي، أنا عندي محمد وعلي. عزرائيل شنو يدق لي تحية؟ يخافون من يلا. وقلك ليش تحكي؟ ليش تاكل باذنجان؟ ليش تحكي؟ وبعدين تطلع ناصبي، واذا فتحت حلقك انت محترق فيلمك، طلقه بالراس وقول لك انت ليش تحكي على الامام. هذا تذكرون ابو هذه رساله لاخواننا في السعوديه، جبنا لكم روايه عن الضب، الضب هم طلع حشرات، هذا بالأرنب من الحشرات سوالكم رواية، فالضب ممنوع عليكم. اسمعوا، الضب الضب يعتبر من شو اسمه مما يعيش في الجحور. نعم خلاص من الحشرات انتهى. سموه من جنس الحشرات، الزواحف ما شئت فسمه. ايه. التسمية مو مهم، احنا نقصد الحيوانات. ايه اللي من تعيش من السعودية. الضب حرام بعد لأن من الحشرات، المحرمات لا كلام فيه. زين سمعتي؟ خلي نكرر لكم إياها، اللي ما سمع خلي يتعلم. الضب طلع من الحشرات، شلون شغله ويا ذول؟ الضب الضب يعتبر من شو اسمه أيه؟ مما يعيش في الجحور. أيه؟ خلاص من الحشرات. نعم. الحين سموه من جنس الحشرات، الزواحف ما شئت فسمه. فضل. التسمية مو مهم. نعم. احنا نقصد الحيوانات اللي تعيش في جحور تحت الأرض. نعم. الضب من المحرمات لا كلام فيه، يعني بعد ما كتروحون للصحراء وجيبوا ضب وحكي هذا سمح إذا ممكن شنو ما أعرف. أنا هذا السيد يقول لكم أنا قابل محرمة، قابل أنا سيد، أنا مرجع جديد بعدني بترابي حتى ما ماشي. هذا السيد يقول لكم، هذا وكيل السبتة تنقاني، أنا مالي شغلة مالي شغلة. هو ده يحكي تسبيحة السيدة فاطمة أسمع. عليها السلام، هذا التسبيح ليس فقط في الصلاة. نعم. حتى قبل النوم. قبل النوم أنت رايح عندك معاملة إدارية مشكلة. أسمع. إذا عندك معاملة تسبيحة السيدة الزهراء وروح تابع معاملتك الإدارية، شوف شلون تخلص. والله شلون يسهل لك. بالضبط. أنت قايم الصبح نفسيتك تعبانة. نعم. سوي تسبيحة السيدة فاطمة عليها السلام. نعم. الله أكبر 34 الحمد لله 33 سبحان الله 33 خلص. أخوي حمد نور نورك، ودخلت الجنة من سابع باب، هم كانوا أربعة حطينا لك ثلاثة صار سابع باب، بعد شي تريد؟ قول أبو عمر ما يدارينا، قول أبو عمر ما يدارينا يعني. فبهذه المناسبة قبل ما نبدأ الرواية، طبعا احب صدق احب اشكر كل الاخوه والخوات اللي مشتركين بالقناه الخاصه عندنا وكل الداعمين للقناه. ربي يحفظكم بارك بعمركم، لولاكم ما كنا مشينا لحد هسه، لان تعرفون البارحه في يوم الاثنين المبارك، كان اثنين مبارك، اجانا سترايك. سترايك على منو؟ عندنا فيديو من 2019 ناشرين مسويه على تيس الخزعجي،
زين تيس الخزعلي طلع عبره فكاتبين هذا شو اسمه ما يمس قوانين اليوتيوب وما اعرف شنو. هفيتهم بروايه من اقوى الروايات قلت لهم اني المرجع لطيف يحيى الحسيني تميصوت النواصب كذا طبعا من التبليغات مال ولد ام حازم. فما فات 10 دقائق الاسترايك طار. من اقول لكم سيد ما حد يصدق زين ذولا جماعه سلام عليكم جماعه السيد تاج راسك جماعه لا حبيبي الغالي حمد مشكور مشكور جماعه السيد تاج راسك وخط احمر هذول ما عندهم شغل عمل عندهم تبليغ هذا انجاز. حبيبتي الغالية أختي الغالية ستبان تعيشين زين عندهم التبليغ هذا فت إنجاز عندهم الديسلايك هذا أعظم إنجاز مثل ما دي يقول لك سوي هذا الإنجاز تدخل للجنة سوي هيجي بيعقيمة بيعتمن ما أعرف شنو تروح للجنة. فنهفكم برواية ثانية عن الإمام الصادق عليه السلام بعد الصلاة الإمام الصادق. تمسك إيدك يا رب محمد عجل في فرج آل محمد نعم. يا رب محمد احفظ غيبة محمد نعم. يا رب محمد انتقم لابنة محمد عليهم السلام نعم. هذا ذكر مهم جدا بعد كل فريضة تقول هذا الدعاء عدل قبل أنت يعني للجنة تلقي. هو ده يقول لك الحسين يوقف بباب الجنة حتى الأنبياء ما يدخلون إذا ما يأمرهم. فأنت بس قول هذه أنت داخل الجنة. يقول أبو عبد الله صادق عليه السلام إذا بعث الله المؤمن من قبره نعم انتبهوا للتعبير اسمع خرج معه نعم مثال يقدمه أمامه مثال مو الآلوسي من يطلع من قبره نعم يطلع ويا فد مخلوق يشبه هذا المخلوق اسمه المثال. المثال مثال يعني شنو؟ مو مثال العالوس السياسي هذا اللي قصوا على الراتب الميليشيات وقاعد يشكي وما عندي حماية. لا هذا مثال دي يحكي لك هو مثال يا أعزائي نعم فد عبارة عن شيء ليس بجسم ولكنه يشبه الجسم. أعطيك كم هو مو جسم بس يشبه الجسم يعني أريد أخافها يعني حبيبي دعوف أنا شلي شغلة بملك الموت هذا دي يقول لك ملك الموت وعزرائيل وأضربه بالحائط أنا شنو روح للسيد ناقل الكفر ليس بكافر لو إلا حط راسه بالمنقنة وجاصه وانا الوالد والدي أجزاء شيلوا ودوه للروانية وهناك إزيان صفر ويجي على اليوم أولمبيا وتحطه بالسودان. أنا مالي شغلة هو ده يحكي أنا شلي شغلة البلبول مات السيد ده يحكي يعني بلبول السيد قابل ما إيش اسمه هزاع أنا آسف طلعوا من الوضنية ولا زينوا صفر وكرمه كرمه أعطي تكريم ثم نقيمه نعم إيه هذا البلبول مات السيد ده يحكي والبلبول معمم أنت تعرفون يعني ذولا الصدريات بلابل ولد أم حازم يعني البلبول يعدهم معمم أهم شيء مقدس أهم شيء حتى نكمل الحادثة هواية مهمة نعم مثلا انت لما تباوع للمرأة تباوع للمرأة نعم لقبالك صورتك اللي يشوفها يعني انا باع بالمرأة ايش راح اشوف يعني انت بتباع بالمرأة يعني انا بهذا شكلي ايش راح اشوف انجلينا جولي ايه راح اشوفها المصخم لطيف يحيى ده يباوع على نفسه يعني انت تباوع بالمرأة اريد افتهم من تباوع بالمرأة ايش راح يطلع لك يعني يطلع لك مثلا تتباع على وجهك يطلع لك كرة قدم مثل هذه
يعني إذا حط راسك بمنجنة هسه وفع عصر عشان شغلة شون اليوم آخ يلا يعني تشبه الجسم لو ما تشبه الجسم تشبه الجسم لكنها ليست بجسمك بجسم اتفضل لما الله تبارك وتعالى بعد طول عمر إن شاء الله بالخير شوف أنت ما يفيدك أوقف راح أطلع لكم شكوى الأخ هزاع طلبها من عندي أتمنى تكون موجودة عندي هذا الشخص ده يشتكي وشكوته يعني أنا بالنسبة إلي كوكيل للمرجع إيه ما نشوفين بمارة أشوفين وجهك هم أشوفين وجهي ها؟ إيه فالأخ هزاع باعتباره هو الرئيس أركان الجيش في القناة طلب نعرض لكم شيء فعلا معبر لأن الشكاوى قاعد توصل من الموالين شنو الرأس صاير بخمسة وعشرين أولا هذا دا يخرب الاقتصاد والسياحة بالعراق ثانيا دا يحرم الموالين من التوجه لتكملة التقلبان مالتهم ثاني شيء دا يريدون يستعملون البلبول بغير أمور غير ما يروح للشسمة فهذه الشكوى اللي وصلتنا من المواطن هاي الاستراحات اي هذا دي يحكي هو هو هالشروينة بالكريستال والمخدرات اسمع اسمع ول 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 نعم نعم بس لك تصار الراس ابو التفاحة اي ابو التفاحة صار الراس خمسة وعشرين كفر لولا راس بخمسة وعشرين وهذا سيد معمم زين سيد معمم دا يشتكي الراس صاير بخمسة وعشرين يعني أولا من يصير الراس بخمسة وعشرين السياحة راح تقل بالعراق زين بنات محازن رزقهن راح ينقطع والشغلة الثانية مكاتب المتعة كلها راح توقف الراس بخمسة وعشرين ايه تدري لو ما تدري ايه يدري 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 بالغرفة صار الرأس 25 اي والله وإلى الله المشتكى يعني هو يدور الرأس ب 25 بس يشتكي لالله دعوته يعني هو يريد يسوي شقلبان ب 25 بس يوصل الشكوى لرب العالمين هاي شلون شغلة شلون يعني ما اعرف ولد محازم مريتكم بالقناة رحمة الأبو مقتدى ترى يطلع ويصيح لكم ما لي شغلة هذا أبو مقتدى بعلو حسه راح يقول لكم ايه فطلعوا من هذا مو قناتكم بابا روحوا بغير مقران زين أنا اللي أثر بي الإمام اللي بعده بترابة هذا الإمام اللي بترابة زين شوف الإمام أولي الله بترابة بترابة شفتوا تراب الشركة ضربة بتوثية تراب الشركة كله طلع قابل غشكم هذا الإمام الرضا من شبحوه بتوثية حتى الدهن ما توقع خماني ايش اسمه اجيب لكم شيء غشكم بي هذا السيد ما ادري إمام الرضا من كان بعده بترابة انضرب بتوثية بس الله اللي يعرف بيها فيا اخوان حبيبتي طرشانة أخابرش ورا البث قاعد تدز لي رسائل طرشانة تقول لي شو وقت هذه آخ شو وقت دا انتظر ليلة الدخلة يعني انت الطوب وتروح الحمام السوق وكذا وتليف وبليلة الدخلة عروستك طرشانة لونها رصاصي يعني انت ملبسها بدلة بيضة تنزعها تشوف اللون رصاصي بعد وانتو حسبوا هذه اكو رواية اخوان باسم الكهربائي خط احمر بس اريدكم تسمعون هذه الرواية هذا صح انا عرضتها
بس اكو زملاء. سمير هذا الموجود بالسوق انا شو اسوي؟ اذا هي رصاصي زين، اذا انصبغت سوقها ينزل، فخليها رصاصي عسى ولعل، يعني شو معرفنا؟ يعني هي رصاصي وانا ادخل عليها ابو سمره تقوم تصيح مالي شغله، هي تقوم تصيح يعني هي رصاصية بس تقول يا ابو فاضل بالهندي، شو راح تقولها ما اعرف، مالي شغله هي راح تقول. فيا اخويا هذه طرشانه الحب مادي والحب اعمى، يعني انا هسه لبست مناظر وهم بقيت اشوفها رصاصي، بس الحب هزاع رحمة لأهلك. مو قلت لك قلت لك ترى أسويها، يعني شون والله العظيم هذول ماكو زرقة كلها مطلع البوبز الأول البوبز الثاني. هزاع دز لصورة اليوم عدها شو اسمه التضاريس من ورا مسوية ثلاث تعديلات، يعني الجبل يعني لو تأكل باستا. أنا اليوم مو أنا والله اليوم ردت أجيب سماحة السيد، بس سماحة السيد استشهد، سماحة السيد سنوبي تعرفوه تذكروه كلب مالي كان مرجع، بس استشهد. بس الزرقة هزاع فور دمي، أنا بالسيارة دا سوق دزلي قال شوف هذا الفيديو تعرفها منو؟ أنا شفتها تذكرت الزرقة مسوية لايف، وين اللايف؟ بالتيك توك. الأحلى شيء بناتهم حازم من يروحون بأي دولة يقعدون يعوجون بحلقهم، فلازم البزونة حبيبتي غسلت لش اليوم، حبيبتي سويت لش هذا اليوم، وجابت لها شو اسمه هذا مال بابا نويل، تعرفون الفاينخت جاي، الفاينخت هاي باللغة الألمانية يعني الكريسمس يعني عيال رأس السنة، أي مو تعرفون هي تربيتها ألمانية دراستها ألمانية. الفاينخت أشق هدومي ملابس أسود مو حزينة أنا هسه أشق هدومي فاينخت وتحكي جودن آبنت جودن ناخت. ولد أم حازم بنات أم حازم تعرفون تدمرتوني، تعرفون تدمرتوني. وهذا ابن أم حازم ذاك اليوم قاعد نزلت من السيارة دا اشتري جقاير، فواحد من ولد أم حازم بين دي أشر ما أدري على فتشي يقول له what is this بوات علي. طبعا سألو سألة كان طلع عنده جنسية وكان طالع عنده جنسية بريطانية وبريطاني وطسطس. وهذه الفاينخت جاي و ايش هابا كاينة آنونج بس ايش ماخن ديشنا شلون شغله. سمير تعال ترجمونهم رحمة ويقول لك ليش تحكي، ليش تفتح حلقك زين وطستس. ولد أم حازم انتو مال اوروبا، انتو شنتو توصلون باب الشرجي تعتبروها سفرة، بس شنسوي هذا من فضل ربي، غير انتو ابقوا هناك بالعراق صيحوا يلا لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين زين. بالنعل أريدكم بالنعل تلطمون بالنعل زين. كلها ما شاء الله كل ما جانب، يعني أني شنت أقول لهم عمر يا معودة أنت من لبة كربلة زين، احكي ويا عمر عربي يا معودة دخيل الله، احكي ويا لبنية عربي. ما ايش اسوي انا يعني مو هذه يعني
مهم يحكون بالمدرسة هيك وهذه جحكي وياها زين. هسا ابني عمر طقتين عربي ما يعرف يخابرني او يحكي عربي شلونك بابا يدري حبيبي انا اعرف انت اصلك كردي بس احكي الماني وياي احسن لك شلونك بابا شنو شلونك بابا يخابر على امي شلونك شلونك بيبي يعني بيبي صارت شلونك وانا شو شغله مال الكعبه متعرفون الماني يعني هم الماني يعني تعرفون كان اخواننا اللي بكربلاء ممكن سؤال انتم فعلا تتكلمون مع بعض الماني لان هذه ام عمر كلها من ايش بايزت نيكس بس بس ماخستو تو يا ويلي على قلبي يا ويلي يا ويلي على قلبي اقول لك ليش تحكي ليش تفتح حلقك لا اطلع اطلع لكم قلبي واشوف ايش مكتوب بي تبقى طرشانة حبيبة القلب تبقى طرشانة يعني واحد شي يسوي هاي القسمة والنصيب اي والله سيد الموسى ربي يحفظك ويحفظ كل اهلنا بالاحواز يا ربي نصركم قريب ان شاء الله اهل الاحواز والله ابطال والله شعب الايراني بطل والله شعب الايراني بطل فعلا اثبت نساء واطفال وشيوخ ورجال ابطال سيخة سيخة يعني بالالماني صحيح شوف انا هم ثقافتي المانية بس ما احكي يعني ما احكي لان تعرفون من سمعت اليوم هاي الزرقة تحكي الباينخت شلون قالتها باللغة الايرلندية الباينخت لك يا ابو هزاع شو اسوي بيك هزاع هزاع داز للتضاريس شماله نسوي باستا لا وش قد حلو تقول انا ما اعرف كم راس اكل باليوم شنو كم راس يعني خس خس لان يعني بس اكل خضرة تقول كم راس اكل باليوم والله يا اخيتي انا صايم واشتافات العباس ما اعرف كم راس تاكلين خس خس زين انا شلي شغلة انت قلتيها بالبث كم راس تاكلين انا قابل اني دا اكل انت تاكلي انت تحسين بي حسب اي دا سمير شباينة دولة شباينة تعرف شباينة بس واحد شي يسوي قلت كم ما اعرف انا كم راس اكل انت تاكلين انا شو معرفني يعني انا اكل لي الساعه اكل لي رمانه تعرفون اني صاحب العصير والرمان اعرف اكلت رمانه تقول انا كم راس ماكله ما اعرف انا شو معرفني اسالي مقتدى الالماني اللي قاعد يمك استغفر الله والشكر استغفر الله والشكر ربي انا هسه ايش اسوي هسه ولد حازم تارسي هل القناه اني السيد يعني هو الروح والرية قاعد يشجع المنتخب الايراني تعرفون ايراني وقال لي انت اليوم يعني روح احكي اللي اسمه ولا ابد فهذا السيد تذكرون هذا السيد عبالك وحدة قاعد تطلق على فراش اسمعوا انتو اي قاعد على الفراش الشيخ نايم مع السرير لان تحب فراش سيد انا بجيك شويه وبعدين اقص لك قصه نايم على السرير سالوه ليش نايم على السرير شيخنا انت تحب فراش والزرقاء ما تعرف كم راس ماكله فانتو نفس الشيء وراح اقول لك في جي سنن روح اخوي اقص لك قصه زينه يا ابوي يا اخ يا اخ يا ابوي والله كانت زينب عندي بالعراق هسه يقول لك ها ليش تحكي على زينب يابا مو على البيت زينب كانت عندي انا يمي يعني ما اريد احكي ما اريد احكي فزاع انا قلت لك
اي ابن مهازم يجي لهنا أنا زين وصفه ودعا الوانية وتطعس راسه بالمنقنة هيج وتنعى والده زين طيع واسكت هذا امر مرجعك قول لا اسمع هذا اللي يطرح اخ يا الله الطفل عند الحسين اويلي على اباها ارسلوا اليها الراس جيبوا لي جواريف شي يمسح دموعي نزلت ولا مصطفى ولا حميد سيد على البغنيمه اخ يا الله اجا شو بالبكا يابا خلي اشوف دموعكم 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 لا سد البث دا طلع لكم روايات تبكيكم لعد انا مفتح على شنو يا اخوي اللي ما يبكي اطفي البث عليه احنا مسترزقين وفاتحين هذه العتبه الرمانيه المقدسه غير دنبكيكم ليش ما تبكون يلا الكل تبكي طيع واسكت هذا امر مرجعك قول لا ايه ابويا ضرباني سرشات برا ايه ابويا الصوت اذاني حيل شنو اذاك يعني انا تقول انت نايم تحب فراش واذاك وديك تاكل كم راس ما اعرف خس تقول واذاك يلا عيني يلا ابكي عيني ابكي نار بيت قل ابويا ايه ابويا ما اشك السب ومن سباني يا عيني روح ابكي 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 ايش تردين يا ابوي ايش تردين ابويا ما اشك روح السب ومن سباني أول يا عيني ابكي لا اطفي البث اي عافيه ابو انزال يا ابو فاضل اي ابكي لا اطفي البث بكي هيك بكي بكي اريد الدموع تنزل من الهاتف الموالي اي اجي شوف البكاء حبيبي عافيه حفيد الفاروق عافيه ابكي ابكي هذا ايش اسمه ابوي والله ايه يا ريتك تصرخ يا اخوي سالم حبيبي ابكي ابكي موتاني عافية غسلان عافية عافية كل من يبكي ادز له علق من السيد من ال يعني هذا يعني كل المونة تعرفون وين بالتكه اقص له شويه من التكه اللي بيها مونة السيد المونة مات السيد كلها بيها ابكوا حصل على التكه اي سمير اي ابكوا اويلي اويلي يا اويلي بصحتك عيني صير مثل العلويات صير مثل العلويات وينكم دا اقول لك صير مثل العلويات طيع واسكت اخويا زين اللي ما يبكي قسما بالله اللي ما يبكي احط راسه بمنقنه وافعصه راح تبكون ولا لا تمنوا ماك وتمنوا قيمة تيجي هايسة نجيب لك هايسة بس تبكي لازم تبكي يلا قول لا حتى المرحوم قال لكم ابكوا حلقكم فراشلي ولا اسمع يابا سمعت ايش قال سمعت ايش قال راح السيد يحضر لكم فراش وبصوت المرحوم يقول أحضر لكم فراش يعني يريدون فراش يسوون شقوبان والله يطيع حظكم وأنا يقول أجيب لكم فراش فراش على شنو أنت قاعد بحسينية فزاع أخذوا على الروانية ونع الوالدة وجبنا على الجعومبية بعد ما يلعب كرة قدم يلا عيني اسمع صير مثل العلويات ايه صير مثل العلويات حضركم فراش ولا ها شبيك عيني انت ابو ها لطيف شبيك لطيف شو مسوي لك اذاك اذاك عيني ابو لطيف شبيك احكي احكي وينك وينك تعال يلا احكي احكي حسن هو اسمك حسام ما ادري حسن احكي شبيك 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 من قرصك يا ابو يا ابو ايه صير مثل العلويات
صار مثل العلويات. اي حضركم فراش ولا يحضر لكم فراش؟ حضركم فراش مو هيك؟ حضر لكم فراش الناس تعطيكم ميه اليوم الليل كله ويا السيد حلق اليوم ناس الشيء ابكي اخوي اسب البث يعني شلون اقول لك ابكي انا فاتح حسينيه وخسران عليها وجايب السيد ود السيد شنو لطيف طلعني عيب بابا شنو طلعك وياي انا ما طلع احد انا عيب عيب بابا اي زين بديش الليله زينب يا انطاها فراش زينب من طاها فراش اخوان دا يسال السيد يقول من طاها فراش انا مالي شغله لا تقول لي دا تسب وتغلط هاي مالي شغله من طال فراش تعترفون واطبقاكم بمنقنة وفعصوا من طال زينب فراش اي فراش ما اعرف وزينب ليش فراش ما اعرف ما اعرف يلا هاي وحده شو اسمه تدور شقلبانه تقول لي صعدنا وياك يلا سمير فورد ديليف اي سمير هذا فورد ايامه كلها مباركه منا شغله انا كنت اقول للعدي اي انا قايلها لاختك لا تقول يعني والله عيب قلت لها لاختك لا تقول هذا الكلام فضحتنا شو اسوي يعني هذا اني بعد واحد شو يسوي ولد ام حازم ولد ام حازم ما عندكم غير القواده بحلكم لان شغلتكم هذه ولد ام حازم انت قواد عدي انت بتيك توك والله ها اختك انا ذكاها كانت تجينا على الامبويه وشنا ناخذها بالطابق السابع والموافقين كلها يصعدوها وبعدين انت تجي تناوش كلينس وتقول ها سيدي شونها بعدها باكيتها فماني حكيت انت دا تحكي يلا كل واحد يحضر دمعته يحضر حاجته يجيب الكلينس مو الكلينس مال ولد ام حازم اللي كانوا يناوشون اياه من النضال لا تمسح دموعك بيها يلا عيني بس اسئلك بالله بداعه الحسين اسمع ايه لازم احط الحسين بالنص زينب يا انطاها فراش من انطاها فراش من انطا زينب فراش هم سالوا دي يسالوها تعرفين فرنسي قالت لهم عتشر بايلو بالجاع ليسألوا على اللغة بس هي يعني اي حضر دموعك اخويا بذيك الليلة زينب شلون نيمت العلويات شلون نيمتهن انا مالي شغلة هو دا يحكي العلويات يسكتن اي يسكتن ويبشن يبشن شو تقول بالله تقول اللي الحال وين من واه البناء اويلي اويلي ويا مضيعة العلم دموعك حبيبي وين دموعك أنا مدى أشوف دموع مدى أشوف دموع سمير فورد الطاه فراش أنا أعرف هذا فورد إيده سخية شغلة الفراش عنده أهم شيء بس هسه نريد نسمع بكي أنتم مدى تسمعونه بكي هذا البكي مفيد إذا ما تسمعونه هسه طف الحوزة ونبطل ما يصير الا زينب خويا نام ايه فاق الرمح نام والعافيه ايه ما مروح لزينب غافي يا يابا شكرا حبيبي جاك خويا ايه خويا خليني ايطاليا تعيش اسولف لك سوالف دافيه اهم شغلات فراش وتعال لي الفراش وسولف لك سوالف دافية يعني هذه ما أعرف يلا سيد بعد سيد بعد مو مشكلة سوالف فاقدة آخ يابا اسمع أبو علي صاحب غيرها ويلي وينكم خدام الحسين شكرا حبايب على التيك توك صاحب غيره ايه يقلها زينب اللي هاي نشطلها زينب
ايش طلعت زينب؟ جاك حبيبي بالتيك توك، ايش طلعت زينب بهالليلية؟ اريد افتهم يعني، انت قاعدة هم فراش وهم العلويات يمج، زين ايش طلعش بالليل واحنا ابتلينا؟ يعني انت تسووها واحنا نبتلي؟ ولد ام حازم يجون يقول لك ليش سبقى للبيت؟ زين حبيبي امير الغالي حبيبي الف هلا بيك. زين فاني احد يقول لي آل البيت، عمي آل البيت نعالاتهم فوق راسي، احنا دا نحكي على آل البيت صنع الصين اللي جابونا يا الايرانيين ورتبوا قصص عليهم، واحنا دا نفضح لكم اياه ودا نقول لكم يا ناس دولة دا يتاجرون بالحسين وآل البيت. فلا حد يقول لي كذا، هذول صنعوا زينب وصنعوا حسين وصنعوا علي وعباس وصنعوا رب عالمين وصنعوا محمد، مو النبي وآل البيت الكرام والله اللي احنا نعرفهم، دول عندهم صناعة ثانية بيها احلى تجارة واحلى فلوس حتى احسن من اي دولة نفطية بالعالم، فشرحناها ونشرح لكم اياها وسمعتوها، فحضر دمعتك واستمع. اخ يا با واحد خطيب ايه يقول صار عمري 60 سنة وانا اصعد المنبر ايه ما يوم قلت زينب ليش يسألون يقولون ليش يقولهم لي انا ما باخذ اجازة من العباس نواد حلو ايه ابو فاضل ما قايل للفضل يعني ما ماخذ اجازة من عباس ولهذا ما ادخلوا باللجنة الاولمبية ولا اعطيته مامك أنا ما لنا شغلة هو ده يقول يلا عيني تفضل اسمي أختي أنت ما تقبل واحد يسمي أختك مهيت يا أبا خلينا نشوفه من البداية إيه. قال اسمي أبو علي صاحب غيرة إيه يقول هزي أنا بالليل إيش طلعت إيش طلعت شجاج ليش طلعت بهالليلة هذا خطيب إيه. من الخطباء نعم يقول صار عمري 60 سنة وأنا أصعد المنبر نعم ما يوم قلت زينب ليش يسألون يقولون ليش يقولهم لي أنا ما ماخذ إجازة من العباس ما ماخذ إجازة من العباس تعرفون العباس مالتهم كان رئيس عرفها الوحدة ويمكن حارقة يم الآمر وما مطي إجازة وعدم تعرف فما يقدر أنا ما لي شغلة هو ده يقول هذا التفسير الوحيد اللي يقول ماكو إجازة الإجازة شنو تنزل غير آخ والله هذه عدمهم يعني عدمهم بالحوزة هذا قسم الفراش يخبل ايه ابو فاضل ما قايل لي بالفضل اسم اختي ايه انت ما تقبل واحد صح يسمي اختك مهيت ايه بس شوف كرم الحسين والله حبيبي شبيك انت ها شبيك عيب على شنو بالله لان تطلع اخياسكم روح لا ارقعك بروايه هسه اقلبك مقتدى يلا اقلب ليفو حط راسه بالمنقنا وفعصه شوف سخاء الحسين ايه خويا زينب يا ويلي يا بزينب يأذري ايش طلعت يعني هسه هسه اني احكي يعني اكو واحد هسه يقبل اخته مرته عرضه تطلع بالليل يعني انت طالعه بالليل ادري وين رايحه هسه بوقتكم لا اكو سينما واحد يقول لا اكو كافتيريا لا اكو شيء ايش طلعش بالليل وما ماخذ اجازه يعني هذا هروب من العسكريه وهذا حكومه بعدام فالمهم نسمع اولي ايه لك شنو تكضين طالعة بالليل وتكضين يا بترى أنا نيتي مو صافية يعني هسه أنا لو أغسل نيتي ابتزاب ما تصفى طالعة بالليل وتكضي يعني ترى الشغلة واقفة أخوان احنا مالنا شغلة صعني بعد أخوك يعني شنو سيد موسى وما افتهمتك اي واحدة طالعة بالليل وكاظتها زين
أنا شلي شغلة تجي وراء 1400 سنة تذبح بي؟ يعني أنتوا تقولون هي طلعت وكضتها، حاشا سيدتنا، بس هذول مالتهم زي لهم مالتهم. أي أي خويا جم طفلة وطفل ضغطاي وراء. روح روح، يعني طلعت بالليل وكضتها والأطفال ضاعوا وراها. يعني آخ شا سوي هسه؟ أنا استوي، يعني استوني متوضي، وأنت تعرفون من أتوضى ما أقدر أفشر، لأن حرام وضوء يفطأ، لازم أوقف البيت وأروح أتوضى. بس يلا ما يخاف، أتيمم أتيمم مو مشكلة. اسمع خويا، وأنت تدرين بنات مدللة، بنات مدللة تقول أخويا تنشدني. ايه أول يا بقى خويا صوت العدو رأسك على الرمح، أول يا بقى أول لا أحمدنا ولو أمتون الخوام. وين دموعكم؟ هم وقفت الدموع؟ احنا فاتحين حسينية لو ضحك ما يصير اخوان. يعني ترى احنا صرفنا فلوس، يعني شو وقت نرجع فلوسنا؟ ما نعرف زين، ما يصير، لازم تبكون. اريد هذه الدموع تنزل هيك، تنزل بحيث هذا الايفون يخرب زين، ولو جديد ايفون 14 برو، بس نريده يخرب، لان نريد نثبت للايفون احنا الموالين كسرنا التكنولوجيا مالتكم بدموعنا. ابكي حبيبي واكسب ثواب رحمه للي عافت البيت وطلعت بالظلام واحنا شو اسمه اكلنا حصل. المهم ايه، انا ظهري ما اقدر اشيله. ظهرك ما تقدر تشيله؟ اسمع شوفوا، ظهره ما يقدر يشيله وحاط ايده بغير مكان. يعني انا فكري مو هو وسخ، بس حاط ايده، هو يقول ظهري، بس انا اذا اشوف ايده حاطه بالصندوق الاسود، ليش ما اعرف، الظهر جابه على الصندوق الاسود. يلا يعني تشوفون ايده بالصندوق الاسود، الجاب ظهره على استغفر الله. يعني ويقول لك ليش تحكي انت، ليش تحكي يا با، انت تقول ظهري صندوق الاسود الجاب على ظهرك، بس هم دائما اي هزاع. ما هو هذا مذكور بكتاب الكافي للش اسمه صندوق الوقافي. المهم ماشي، واجت المجلس الحوراء واصرار ايه من خدام الحوراء، ايه يموتون على الخدم. ايه ابكي ابكي عيني بالصغيره. ايه والله ما يحتاج اسولف، يقول انا حبيت الصغيره، اما يحبون الصغار يعرفون يموتون على البلابل. ايه بس يشهد الحسين، ايه اصروا علي شباب الحوراء اكون احكي. ايه ويحلفون اويلي على الكعبه، هم جاني ابو شو اسمه ابو الاثنين تيز، يا معود يا معود دخيل الله ابو الاثنين تيز يا اشتا لك يا معود لا ماك ما لا والله لا شلون شغله ما الكعبة يوم يجينا ابو شو اسمه ابو اثنين تيز يا معود يا معود اسمك عور، عيب عيب يا معود، عيب عيب شو الشغلة هذا ابو تيزان يا معود عمي عمي شو الشغلة، ترى مصيبة وحق الله يا زع هذا ابو اثنين تيز ما اريد نقولها اخاف حرام، شو الشغلة مال الكعبة يا ربي اخ يا ابا اخ ايه النزار على الحسين كلش صغار اسمع يا ابا اللي جابيها للحسين كلهم اسمع والله ما يحتاج اسولف ايه بس يشهد الحسين اسمع اصروا علي شباب الحوراء اكون احكي اسمع اسمع انت بس اسمع يحفوني بالحوراء زينب اسمع وان النزار على الحسين كلش صغار صغار على الحسين يدري
يعني الحسين ايش داير من عندهم اذا انه صغار؟ يعني شلون شغله هذا واحد شو اسوي؟ درباز حبيبي الف شكر درباز. اي هزاع يدز هدايا واسمه ابو 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 اثنين تيز. شلون شغله ما كعبه اخ يابا يابا عذرون يعني استوي متوضي وذكرت هذه فلازم اتيمم استغفر الله والشكر. شلون شغله يخلصن ابو علي؟ اي احنا بس صغار الحسين صغار بس ابو علي راح يخلصن. اي احنا باستشهاد الامام حبيبي لؤي الف هلا. هاي الشباب الحوراء مسوي مجلس بالشدايش من في يابا متعاملينهم انا وابن الزهراء سيد عالم الامام. ام اي حبيبي صار حادث يابا هذا الحادث تقريبا ايه ثلاث اربع الناقل يقول خمس قلبات من قلب السياره. اه ويلي يابا يشاهدون السياره ماكو واحد يطلع من عندها عدل. رجع 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 هزاع دخيل الله ابو تيزين رجع. ابو تيزين ما هم يجيك شلون شغله اخي ويا ابو تيزين. أو تيزين أنت قاعد تدعم هذه القناة وأنا أعطيك نور شجاعة قسما بالله أنكومك وتجي معزز مقدة. أبو تيزين أبو تيزين وينك؟ يلا هك واحد اسمه أبو تيزين. لك يا ابو اخ يا ابو لك يا ابو عدي على على خير على خير هذا البلد. اخ يا ابو عيوني اخ يا ابو تيزين رحمة تيز الاول تيز الثاني بدل اسمك. الله يحفظك اخ يا ابو قبل لا يصير الحادث ثواني سيد علي قاعد يحدي. شو يحدي؟ يحدي بهذن الابيات الله يشهد رنن بذاني تاريخية تعيشين يا وردة من هي اسمع خيول العيد ولا حدود ايدك لي فوق حبيبي ابو تيزين ايدك لي فوق. يا الله حبيبي يا الله اول يا الله وين طلعت وين طلعت انا وين راحت ابو تيزين رجع ارفع ايدك حبيبي ابو تيزين ابو تيزين حبيبي ارفع ايدك حضر دمعتك يلا حبيبي ابو تيزين رفع حظي شو راح يخلص البث اليوم اخ يابا دخيل التيز الاول والتيز الثاني يا معود غير اسمك غير اسمك يا معود. شلون شغله مال الكعبه يعني صاحب الامه يا اخي مثواك الجنه ابو تيزين اخ يا ابا صيحه علي ما يشغل ابائي شباب اخ صيح عباس صيح عباس ايه انا صحت يوم زينب ايه سامعين ولا حبيبين ايش اسم ولا مصطفى ويلي يابا ام زينب ام زينب ايه شلون اجى هذا الاسم ما ادري ينقلون ساهر الف هلا بالسعودية وبيش عيوني الف هلا الكينج الف هلا بيك لابو منتظر محمد عبد الزهر اي والله يقول لي اجينا اسعفنا السيد واسعفنا الشيخ اي بس طلعناهم كانت وياهم عائله ثلاث نسوان ما لقينا النسوة طلعوا عند رب خير شلون فتحوا العلقي وانا ماكل جري
ما لقينا النسوان يعني شلون قبل انا شو الشغله شلون شغله يقول احنا رحنا طلعنا رجعنا ما لقينا النسوان يعني طالعات بالليل ورايحات ما اعرف وين جاك ابو تيزين مره لك تفضل هاك يا رب ايش راح يخلص هذا البيت يا معودين دخيل دخيل ابو تيزين ابو تيزين يا معود غير اسمك يا اخي والله حياتها سحر من السعوديه الف هلا بيش وكل اهلنا بالسعوديه بس هذا صوت ابو تيزين اللي دي خليني اضحك ما اذكركم ابو تيزين يا معود غير اسمك دخيل الله ايه بسمعون البتش امرج ابو تيزين نسوان ما لقينا مشينا السيد والشيخ اخي معجزات إيه هي هاي المعجزات أخونا أبو تيزان دخل علينا هاي شو معجزة شو أشر الله هذه السيارة ما يطلع من عندها هذه الله يحفظه سمير هذا أبو تيزان معجزة يقول لك المعجزات هاي تفضل هاي مو معجزة حبيبي زين أبو تيزان دزلنا برد لا إله إلا الله من هجمتي خيولي إيدك لي فوق حبيبي إيدك لي فوق لحدودي لي مخيم دينا يلا بتشاني اليوم من الضحك أول الكعبة أول يا وين راحت من الأدنى يشهد الحسين وإذا بالحادث يصير سمعت من السلام رجعنا يا زهراء يا زهراء هذا معجزة البث يا أبو تيزين دخلنا أنا ببالي ويطي هدايا المرة شو شغلة صيحة علي مو هيك لولا أبائي شباب إيه بصيح حسين نعم بصيح عباس إيه نعم انا صحت يا ام زينب اي انت تموت على ام زينب اي سامعين من لحميك بيج اسم ولا مصطفى اي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني زينب شلون اجى هذا الف هلا الف هلا بكردستان وهلها ينقلون اللي ينقل ينقل حبيبي علي حياك الله محمد الولد اجينا اسعفنا السيد واسعفنا الشيخ بس طلعناهم كانت وياهم عائلة ثلاث نسوان ما لقينا النسوان ما لقوا النسوان ترى مصيبة يعني تطلع نسوان وبعدين ترجع ما تلقي النسوان هذا مشفقة جتنا من السيد والشيخ ما يروا اي هاي معجزة مجالس الحسين اجيت اللي هنا دباس حبيبي الطبيب قايل عندنا شلل 97 لا باس حبيبي الف هلا ما ترفع ظهرك اصبعين اصبعين ما ترفع ظهرك حطه بالصندوق الاسود هذا وحق هذا منبر اي نعم انا قاعد انا ورافع ظهري قدامك رجع ابو شو اسمه شو شغله شغله يا علاوي حبيبي ابو تيزين نزلنا سنجاب ما اعرف شنو شو شغله من الكعبه يا معود ابو تيزين اليوم البث صار عليك البث اليوم كله صار ابو تيزين عليك يا معود دخيل الله هاي شو شغله اويلي الله اويلي يا معود والله صار لك قد مضحك الف رحمه على التيز الاول والتيز الثاني ابو تيزين شو شغله مال الكعبه اسماء اسماء يعني والله صار لي جد مضحك وحق الله ابو تيزين اليوم خلاني اضحك اخ يا ابو شلون شغله هاي يعني احنا عندنا بالعراق الصدر الاول بوبز الاول بوبز الثاني الاخ هنا أنا ابو تيزين يعني تيز اول تيز ثاني شلون شغله مال الكعبه يعني هذه الشغلات الإيمانية دائما تحكم يعني دائما توصلنا وأقول لك ليش تحكي
ايش ما شاء الله ابو تيزان رجع لي ابو تيزان يا معول دي دسلك لوف هالمره دخيل الله شو شغله هاي والله راح اختنق شو شغله خلينا نشوف لنا روايه تشفينا ويلي الله ويلي يابا فد روايه معودين روايه معودين اخ يا معود ابو تيزين حمد حبيبي حمد والله حبيبي حمد دخلت انا دخلت اليوم وهذا ابو تيزين الامام هذا الجديد ابو تيزين والله ابو تيزين انت شايف ابن خالي شوف هذا ابن خالي هذا ابن خالي قول له هذا ابن عمي حبيبه حمد الورد والله قبلنا هذا ابو تيزين اليوم صدق ضحكني الف رحمه على والدك والف رحمه على تيزين الاول تيزين بعد ابو تيزين ذا جلوب اخ يا ابو تيزين والله اليوم دمرتني اخ يا ابو روايات مباركه اصلي حبيبي اي والله رجع ابو تيزين بس السنجاب المرة ان شاء الله جواز حبيبي اخ يا ابو رجع لك يا عود ابو تيزين دخل الله اخ يا ابا اخ يا ابا اليوم يا ابا ابو تيزين رجع لديز القلوب شو شاء الله رحمة تيز الاول والثاني غير اسمك لك اي شو شاء الله شو سلم شو اقول شو شاء الله ايش ايش اغلى ما كعبت اوه والله العظيم ليه نزلق له والله لا شو ان شاء الله يا معودين دخيل الله اللي يريد يخابر راح اخلي ابو تيزين يحكي وياه زين يلا عشر دقائق ماكو غيرها لان ابو تيزين اليوم خلاني اضحك يمكن اليوم انام مرتاح اليوم الان وش اسمه للصبح رجع ابو تيزين زين اليوم انا والسستاني للصبح اليوم حبيبي حمد والله العظيم هذا شلون شغله حبيبي حمد انت اذا تشوف هذا ابو تيزين على تيك توك ايش يسوي اخ يابا خلنا ناخذ اتصالات ونشوف الو معك عليكم السلام ما ادري شلون هذا ابو تيزين دمرني اليوم اقول لك اليوم انا مرتاح ركض خير وشغل على ابو تيزين وحق الله موتني ضحك انا بحياتي صار لي قد ما ضحك انا اريد هذا ابو فراش جابرين فراش لو ما جاب هذا مو مهزوم هذا يقول جابوا فراش وطالع بالليل ابو تيزين انا ابو فاضل اي والله ده يصيح انا ده يقول رجعوا للنسوان ما لقوهن طارن اي شو تطلع بالي اشتيجه تحكي يقول لك ليش الشب يا ابو عمي هاي ذولاك يا عمي مو بس الفراب اللي بكذا درهم على روسنا مو بس هاي مال الهندي مال هم مدري الصيني عمي جابه آل البيت ما نوصل لتراب رجليهم هذول عندهم آل بيت صناعتهم لعبوا خلقه بيهم لعبوا ما اعرف سووا بيهم زين
وعدنا حشاك مطايا مصدق هاي الروايات والكلاوات ده خلي يسووها مجانا بدون فلوس. شوف اذا طلع واحد على المنبر حشال حشاية والله غير هسه لو بس تمنع الفلوس حرام فلا واحد يظل من عندهم. مو انا ليش اقول لك هي هاي الشغلة يرجعون هناك يدورون يم الهنود يم رجع ابو تيزان عشو شغل ابو تيزان دخل ربك متنعشي حطوا بالمنقنة شو شغلة والله اراد ان حط المال البلبول بلبول السستاني بسمه اي والله بلبول السستاني بسمه ابو تيزان ده دز القلوب شو شغلة والله لازم قبتيز اليوم ابو تيزن لازم قبتيز اليوم والله اخذ السيد بكت ينتعش البلبول مالته خليه يوم السيد يوم ابو تيزن لازم بتيز اليوم خلاص شو شغله والله اليوم هذا الوردة بشرف يخلاني أضحك اليوم ألف رحمة على والدي صار ليش قد مضحك يا يابا آخر مرة ضحكت بيها فرحة الزهرة لا لا ما اليوم ضاع عليك متفح من الضحك والله صدق خلاني أضحك وحق الله والله هذا أبو تيزان وردة بشرفي وش اسمها الزرقاء الزرقاء هذه لا هالمرة هالزاعد أزل صورة وصورة يقول لي دقق بالصورة شو دقق هي فدأكو فتشي جبل لي ورا صاير زين شو اسمه أنا أعتقد هالزاعة صاير بيولوجي يعني أو لا مو هو هو دائما هالزاعة أنا عرفه استكشافي حب الاستكشاف مدقق زين يعني يعني يدقق يعني بعد هو اختصاص مال آثار 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 ليه روح بالك بعيد زين يا هو مو يعني الصدر الأول والصدر الثاني مو أثر هذا أثر من هذا الجبال المرتفعة والشي اسمه وغيره اي ما هو هو هزاع اختصاص أبو تيزان أما الجبال الخلفية والله أبو تيزان اليوم خلاني أضحك بالقرآن رجع لأبو تيزان مرة لا شوف ابو تيزان اليوم لازق بتيزي خلاص اليوم يعني خلاص لزق بعد والله العظيم بس والله ضحكنا ضحك اليوم كذب اليوم نص البس انا اضحك ويلي نسال الله يكون ضحكت خير اي والله شرها على شو اسمه السبت تنقاني على ارجنتيني اي والله ارجنتيني هسه نريد نعرف هسه من غلب امريكا ايران والله انا خايف اليوم لا يصير حرب اليوم اي والله مولانا ابو تيزين انت باعتبار عندك اثنين تيز من تقول ايران لو امريكا تغلب يلا حبايب اثنين هم واحد تابل بحاجة الله اي أيوة والله يعني شلون شغله هاي مالك ترجع لابو تيزين أحد واحد أمريكا إذا أمريكا اليوم خسرت اعتبر اليوم 6 صواريخ من اللي شو اسمه المقاولة نازل على السفارة يعني كم راس اليوم يأكلون والله ما أعرف هم عاد بكيفهم أمريكا فازت أو اللي سمير اللاصق الزرقة ما تعرف كم راس لا لا الزرقة تقول ما تعرف رايح على السوبر ماركت تقول ما اعرف كم راس انا اكل باليوم بعدين حست على نفسها بس مباشر زين ما تعرف انا مالي شغله اول يابا انا مالي شغله كم راس تاكل انا يعني شو معرفني رجع ابو تيزان اذا هي ما تعرف لا انا ما ادري اني قابل اني اعط بالتيز مالها ثاني ما اعرف شو معرفني بس
لا مو اني اخويا اني ما يعني انا ما احكي الماني بس احكي الماني ما اعرف اي فهي اني اصلا والله لا لي شغله بيها ولا ابد بس شو اسوي اكو واحد ناصبي زين كل ما يريد يدمر احوالي يدز لي البث مالته يقول لي هاك تفرس من وهاي فتحت اباوع اباوع لازمت لي بزونه وهدوم البابا نويل زين وهذا اشت غسلته وشوف ايش قد حلو درتب للفاينخت الفاينخت الفاينخت هذا مال كريسمس وعيال راس السنه بالالماني عشان بالالماني يعني ثقافه انجليزي واتس واتس ديس هذا بالايرلندي اللي يمي الفاينخت الفاينخت يعني شلون شغله انت تلقيها معده جنسيه وقاعدة وراسها بارد وراسها شلون شغلة هي هاي مصيبتنا هاي يا رب الله يطيح حظك أمريكا اي والله الله يطيح حظك أمريكا بس أبو التفاحة بخمسة وعشرين يال تدري كاينة أربايت سمير كاينة أربايت التضخم العالمي يعني كل الشمال التضخم حمد أخويا والله حمد اخوي هذا ابو تيزين والله لزق بتيزي اليوم سلمني على حمد وما نسى القطعه مالتي قال لي 200 متر وركن لا لا ما ناسيه هذا ابو الكرم حمد هذا ما بكتي يسوي لي على اربع اركان خمسه هو حسب انت اتفاقك وياه هو ابو الكرم انت تتفق وياه يجوز يعطيك 300 زين على قاع تجاريه ما مدت ايده اي على قاع تجارية أمن جاي حبيبي تعيش علي حبيبي الغالي رجع أبو تيزان أبو تيزان رجع لي شو شغلة فوقت لك اليوم هذا ما تيزان ماكو اليوم احنا تيزان بالبس لا لا ثلاثة تيز هو تيزان وانا تيز صار ثلاثة تيز شو شغلة لازك بتيزي اليوم للصبح والله ضحكني ضحك كل يوم خلينا هاي ضحكنا الحمد لله هي احسن من شافينا شر والله شاف عليهم ان شاء الله 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 رجع مره ثانيه قام يدز لي قنابل يدز لي اشكال الوان واليوم ما زول مرتاح احضن للسيد والله اليوم انا والسيد ان شاء الله حلق ايش نحكي روايات حلق بحلق هو ما عنده تيز لو عنده تيز كان قلنا يا الله حبيبي انت حبيبي الف 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 والله يا ابو تيزين اليوم صدق ضحكني يعني والله صار لي قد ما ضحك زين بس اليوم يوم شغله ما كعبه يعني مثلا هسه يسالوني منو داعميك؟ اقول لهم ابو تيزين. ايش ما شغله مالك؟ اخ يا ابو تيزين اسمع. هاي الاستراحات. اي. والمخدرات ول 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 بس لكن صار الراس ابو التفاحة ابو التفاحة صار الراس خمسة وعشرين تدري لو ما تدري يدري يدري بالغرفة صار الراس خمسة وعشرين يا با رحم الله والديكم أشكركم كلكم اسم اسم وكل الأخوة والأخوات اللي دعموا أبو تيزي خلينا ننهي أبو تيزي رحمة التيزي الأول التيزي الثاني شو شو أشكر كل الشباب شو شغلة أبو تيزي يا معود دخيل الله خلينا ننهي شلون شغله ما اخ ديدز لك
اخ يا والله ما راح يخليني اختم وحق الله ما راح يخليني اختم ابو تيزين رحمه على التيز الاول والتيز الثاني بعدها يا معود خلينا نختم خلي الروح يا معود اي رحمه لاهلك اهدى اهدى اشكر كل الاخوه والاخوات اللي شاركوا بالقناة واللي دعموها واللي ابو تيزي اللي زكت بتيزي معود لا ما 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 حبيبي حبيبي حمد رحم الله والديكم الف شكر واشكر فعلا ابو تيزين خلاني اضحك ضحك اليوم صدق ما ضحك الله يرحم والديك منو اسمك الحقيقي ما اعرف بس اعرفك ابو تيزين لزقت بتيزي اليوم خلاص تحياتي لكم ونشوفكم على خير ابو تيزين يا معود نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير قناة لطيف يحيى قناة العراقيين ومحبي العراق.